الحمد لله لك يا رب. أرجو أرجو أن معد الفقرة يكون معي بعد إذنكم. طيب عمر وسلمان وزايد، شخص منكم حنودعه ونقول له في أمان الله، وشخصين حنقول لهم مبروك العودة، أو شخصان. أستاذ المخرجنا حنتقدم ثلاثتنا أمام هذا البوديوم بعد إذنك. تفضلوا يا شباب. زايد وعمر وسلمان. سلمان، هل هذا قلب المودع؟ بإذن الله. ناوي على الرحيل؟ إيه. نختصر يعني ونقول لك في أمان الله. والله يا ريت. ليش وصلت لهالكم من؟ لا بالعكس، يعني الحمد لله. أتوقع أن في ناس أبدع مني وناس مبدعين مبدعين جدا ويستاهلون أنهم يرجعون. إنزين. سلمان الحمد لله. صانع محتوى ولي كاركترات واجد بإذن الله، راح أسويها بعد ما أطلع إن شاء الله، سواء طلعت اليوم ولا بعدين. بعدين الحمد لله إذا طلعت أروح أطمن على أمي أهم شيء. الله يطولك بعمره. يطول بعمره. وبعد عاد أسري إلى الحفر. سلام لك ولأهل الحفر. اختصارا للوقت، بما أن سلمان والله العظيم جالس يحس بالشيء اللي حاصل، نقول بكل حب يا سلمان ألف مبروك العودة للمنتجة. سلمان ألف مبروك العودة. تعليقك يا سلمان. الله يبارك فيك. الشباب اللي واقف بعد إذنك ارتاح. بعد إذنكم. أنا ما أدري ليش أعصابكم مشدودة. الأمر هين. سلمان. هلا أبوي. إيش تقول للمشاهد؟ أول حاجة الله يعطيهم العافية جمهوري وفريق الدعم وأهلي. الله يعطيهم العافية، ما قصروا بدعمهم. وسلمان العنزي توه ترى ما بدأ، باقي إن شاء الله في مفاجآت كاتبها بالدفتر، وفي شخص واحد اطلع عليه. الدفتر. ها؟ يا رب ما تبقى في. لا 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 بتطلع إن شاء الله، حنا بس عدينا برايم إن شاء الله تبي تطلع. نفس المفاجآت هذه كانت بتنفذ برا قبل شوي تقول أنا ماشي. اللي كانت بتنفذ برا أزود من اللي هنا بعد. طيب هل كم نتمنى نشوفه على الشاشة؟ راح تكون على مستوى المملكة. أتكلم بلسان متابعينك ومحبينك ومتابعين هالكيان بشكل عام. مبروك يا سلمان، وأهدي الفوز هذا بعد إذنك إلى والدتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن الله يرفع ما حل بجسدك وروحك من ألم. مبروك يا سلمان. الله يبارك فيك. تحمل اسم غالي وبإذن الله فعل غالي. الله يطول. قواك الله يا سلمان. مبروك العودة. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك.